اللهم ارحم أبانا زايد بن سلطان، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجزه عنا بخير الجزاء، اللهم اجزه عنا بخير الجزاء، اللهم أكرمه بجنتك وأكرمه برؤيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في خليفة زايد، خليفة ابن زايد، اللهم بارك لنا في خليفة زايد، خليفة ابن زايد، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، جعلته لنا نعم الأب ونعم القائد، اللهم يا حي يا قيوم، كما أسعدتنا به فأسعده بنا، فأسعده بنا.